يا شباب، بيان من اتحاد الطلبة الأحرار جامعة حمص لتبرؤا من جامعة البعث، انطلاقا من القيم الثانية لثورة الشعب السوري العظيم. حكم النظام الأسد البعثي الذي حكم البلاد طيلة عقود بالحديد والنار، وعلى اعتبار أن الجامعات هي الصروح المقدسة للعلم والحريات وبث الوعي الفكري، فإننا وباسم كل طالب حر نعلن تطهير اسم جامعتنا من اسم البعث البائد. فإننا وباسم كل طالب حر نعلن تطهيرنا من اسم البعث البائد. بعد أن أضحى هذا الاسم رمزا للإجرام والفساد والقمع، وعليه وباسم كل طالب حر نسقط اسم البعث من اسم جامعتنا، وسنناضل كي تعود الجامعات مناهل للعلم ومنابر الحرية. عاشت سوريا، عاشت سوريا دولة ديمقراطية مدنية بسواعد طلابها الأحرار. اتحاد الطلبة الأحرار جامعة حمص، وهي راح نشعل بطاقة الجامعية. هاي بطاقة الجامعية. عم تنشأ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حمص العدلية، حمص العدلية.